مرحبا يا خالتي. أهلين وسهلين يا يعني. شو اسمك انت؟ اسمي فوزية عيسى. من وين انت يا خالتي؟ من مضايا يعني. طيب فيك تحكي لي شوي عن وضعكم هون بمضايا؟ والله يا خالتي بنت جا في شيء تحت الصفر، لا اعطيك اياه، لا اكل لا شرب لا غذاء لا مي لا كهرباء لا شيء الله خلق. اسعار ما بتتخيلها، حولي بالموت، عم ناكل حشايش، عايشين على والله على الحشايش. إلي هلا شهرين، خاصة أنا وعهي هالطفلان. أنا شايفك يا خاتي نحفاني أنت والولاد. وإجازة توفى من قلة التغذية. مين جوزك شو اسمه؟ اسمه سلامي فارس، صار له 5 أيام موفى من قلة التغذية، من قلة الأكل، من قلة الشرب، ما في أكل، ما في شرب، ما في عندي، ما عندي استطاعة أشتري وآكل. إيش قد إيه الأسعار عندكم يا خالتي؟ كتير، بقى ما تتصور شو بدي أقول لك يا خالتي. شو بدي اقلك بالمئين بالستين بالسبعين بالثمانين، شو بدي اقلك؟ يعني مثلا اذا انتم مثلا كنت تاكلوا وجبه بناكل حشاش، عم احنا عم نرعى حشاش، وجبه وحده من هول حشاش وسولق حشيش مسلوق، مش بزول، لا بسمني لا بلحمي لا بشاي. هلا الي اكثر من شهرين ما دقنا اللحمه على اولادي، ما دقناها ابدا. شو بدنا مع النشاش؟ عن رحمه الله بالزيت تكفينا، لو ما الله مسلك انه هلا لما رجعوا. شكرا كثير لك يا خالتي.